السلام عليكم، معكم ام محمد طه من المطبخ البسيط. اليوم نديرو لاباط فريزي او العجين المرمل بلا زبده، وكيتقام اقتصادي وكيجي هشيش ومقرمش. نص كيلو ديال الفورص مغربل مع معلقه صغيره ديال السكر ثاني درتهم هنايا. عندي كاس لارو ديال الزيت وبيضه واحده، شويه الملحه وخمارة والزيت والماء اللي غيجمع لينا. ندير البيضة، شوية ديال الملحة، الخميرة والزيت. غادي نفتلوها بحال هكا نديرو الكسكسو، ما كنزيدو غير القياس وصافي. بحال هكايا بصبعانا نزيدو شوية الماء، كنعرفو لاباط بريزي ضروري من الزبدة، ولكن هادي كتجي زوينة. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هذا كنجمعو العجينة، هنا راه بقى ما وصلتش نص كاس ديال الماء. بقاو غادي معاه بحال هكا حتى تجمع لينا. كنجمعها، كنبقى معاه حتى كتجمع، ما كنزيدش الماء. هي بدات كتجمع، انا راه ما كاملش نص ديال ما تقريبا غير ربع اللي درت. كتجي بحال هكا مرمله، خاصها تبقى. غادي نجمعها مزيان، وغادي نديرها في الثلاجة نص ساعة، من بعد غادي نشكلها بالمدلك. خليتها ارتاحت في الثلاجة واحد نص ساعة، صافي، وغادي نطلقها بالمدلك. ولا تلقاها ما بين جوج بلاستيكات حيت كتفتت شوية. بقا غادي معاها غير بشوية، كتكون بحال العجينة ديال الصابلي. كنرقوش بزاف وما كنخليوهاش غلا هاد نفس الوقت. جبت هاد الليمون هادو، دهنتهم بالزيت، رشيت عليهم شويه ديال الطحين، ملي غناخد فيهم لافار كنديرهم وكنبقى كنطلع من الجناب بحال ما هكا. كنثقبوها بالفرشاط مزيان باش ما تنفخش طيب. كنعمرو كاع القنيتات مزيان بالعجينه، نديرو واحده اخرى. هذا هو السمك ديالها كيفاش كيكون،
نستمر بهالطريقه حتى نكمل العجين. راه قسمته على جوج، راه مازال عندي طرف اخر، حتى نطلق هذه ونطلقو حتى هوايا، وغادي ندخلها للفران. نبقى جالسه حداها تقريبا، راه غير ما كاملاش وقيله 8 دقائق صافي كتكون واجده، حيت انا غادي نحتفظ بها في الفريغو. الا كنتو غادي تستعملوها هذيك الساعات في الكيش ولا في دوك لي طارت لي ميني طارت ولا شي حاجه، راكم كطيبوها. الا كنتو غديروها في دور لي ميني طارت كطيبوها حتى كتبان لكم شويه تحمرات صافي، وكتخرجوها وكتعمروا بالفروي اللي عندكم. ولا كنتو بغا ديروا فيها الكيش راه كتعمروها من الاول بالحشو. المهم كتشكوها مزيان، كنبقى غاده بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها وندخلهم الفران ونتلاقاو ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديالو، خدام لي تقريبا شي 10 دقائق ولا حتى انا غنحتفظ به في الفريغو. الا غطيبو ديك الساعه راه 20 دقيقه كافيه ليه. هذا راه كيجي في المالح وحلو في الكيش الكبير وفي لي طارت كاملين، كتجي العجينه زوينه، كتجي مقرمشه وكتجي زوينه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. الى عجبتكم الحلقه ديروا لي جيم وشاركوا معي في القناه باش يوصلكم ان شاء الله ديما الجديد. وشكرا وبسلام عليكم، في امان الله.